موضوعنا الطبي الرئيسي عن يعني موضوع الكلف الذي يصيب الكثيرين نتيجة تعرض الجلد لأشعة الشمس مع وجود طبعا استعداد هرموني في الجسم، حيث تظهر بقع غير منتظمة مغايرة للون الجلد الطبيعي، وتتطور هذه البقع تدريجيا على مدى فترة طويلة من الزمن، حيث تظهر على الخدود، الأنف، الشفة العليا وأيضا الجبهة، والعامل الوراثي يلعب دورا في ظهور المشكلة. والحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة هلا الشيخ علي، اختصاصية أمراض جلدية وتجميل وليزر. صباح الخير دكتورة هلا. صباح النور. يعني إحنا ذكرنا في مقدمتنا أنه عامل الوراثة بيلعب دور كبير، قد إيش نسبة عامل الوراثة الدور اللي بيلعبه، وإيش في عوامل أخرى؟ هلا حقيقة الكلف مثل ما تفضلتي هو له تأهب وراثي للإصابة فيه. هلا هو إجمالا كآلية لحدوث المرض هي مجهولة السبب، لكن من المثبت وجود ثالوث فيه اللي هو العامل الوراثي، وفي عنا التعرض لأشعة الشمس اللي هو من أهم العوامل هدول يعني، وثالث شيء هو العامل الهرموني، وطبعا بما يخص الهرمونات الأنثوية، وهذا الشيء بيفسر لنا الكلف طبعا يصيب الرجال والنساء ولكنه أشيع بكثير عند النساء بسبب وجود هرمون الاستروجين والبروجسترون عند المرأة خصوصا الحوامل. تمام مظبوط. حالة الحمل بترفع مستوى الهرمونات بجسم الأنثى للأقصى، يعني أكثر شيء الاستروجين والبروجسترون، وهذا الشيء بيكون مسؤول عن ظهور الكلف. وبالتالي بينطبق هذا الشيء كمان على الأشياء الثانية اللي هي مثل تناول الحبل المانع للحمل، كمان بيؤدي لظهور الكلف. أيضا إذا كان في عنا أي اضطراب بالمبيض، وجود أكياس بالمبيض تفرز هرمون زايد كمان بتؤدي لظهور الكلف. فالعوامل الثلاثة الرئيسية هي التعرض لأشعة الشمس، العامل الوراثي، ومثل ما قلنا العامل الهرموني. هلأ في عنا أشياء تانية ممكن تؤدي لظهور الكلف، تناول بعض الأدوية المحسسة أو السامة ضيائيا، في عنا أدوية الصرع ممكن تعمل التصبغات، وممكن نضيف لها بالذات أمراض الغدة الدرقية، أو حتى إذا كان في قصة وراثية لأمراض الغدة الدرقية كمان بتؤدي لهالشي. وأيضا بعض مواد التجميل المكياج اللي كانت موجودة سابقا كانت بتحتوي على مادة الزئبق، وللأسف في بعض الدول لحد الآن تحتوي على هالمنتجات. يعني المرأة لما تروح تشتري ميك اب لازم تشوف انه ما يكون فيه، ما يكون ميركوري، المفروض انه من 15 سنة لهلا ما يكون موجود. انتهى. طيب على خلينا نتحدث عن نوعية البشرة، هل صحيح انه البشرة البيضاء معرضة للكلف او ظهور الكلف اكثر من السمراء؟ وكمان نوعية البشرة جافة دهنية هل تؤثر ولا كل البشرات معرضة؟ تمام. هلا إذا نوعية البشرة من ناحية الإفراز الدهني إذا كانت عادية أو جافة أو مختلطة، لا ما له علاقة. بس هو الكلف حقيقة بيتظاهر أكثر عند البشرات السمراء، يعني نمط الجلد مثل نمط جلد منطقتنا الأوليف سكين نحن بنقله، نمط جلدنا يعني وحتى وصول الحنطية وصولا للسمراء، وحتى نمط السادس نحن بنقله بالجلد اللون الأسود، اللي هدول أكثر بتلاقي عندهم احتمال أنه يظهر البقع عندهم أكثر من غيرهم. طيب خلينا على طول يعني نبتدي ندخل في الحلول اللي الناس بيلجأوا لها. كثير ناس بيلجأوا لخلطات في البيت بيعملوا أقنعة، وكثير ناس كمان بيلجأوا لجلسات ليزر، لكن في كلام أنه مش مفيدة. تمام. الحلين مش مفيدين، قد إيش صحيح هذا الكلام؟ تمام. هلأ نحن بداية لما بنحكي عن الكلف بهمنا توضعه نحن كأطباء جلدية، بنشوفه وين متوضع الجلد. كل ما كان الكلف بشروي سطحي كل ما كان علاجه أسهل. لما بيكون أدمي، لما بيكون عميق أو مختلط بين البشرة والأدمي بيكون العلاج تبعه أصعب. فنحن بداية لازم نقرر عمق الكلف. تاني شيء لما بيكون عنا الكلف كلف بشروي بيكون علاجه سهل عن طريق الكريمات، فبتكون الكريمات سهل كتير، بيعمل تحسن بنسبة 90%. أما لما بيكون الكلف أدمي فهمنا نضطر نلجأ لوسائل تانية بالإضافة للكريمات مثل الليزر، مثل البيل، مثل الميزوثيرابي. بس أنا هون بحب وضح نقطة للناس اللي عم يسمعونا، أنه بقعة الكلف متى ما ظهرت ما في شيء بالعالم بخليها تختفي 100%. يعني ما في شيء اسمه شفاء 100%. في شيء اسمه تحسن، بتراوح النسبة ما بين 60% إلى 90% حسب عمق الكلف، لكن شفاء 100% ما في. طيب وكل ما سرعت المرأة بالعلاج كل ما كان أفضل، ولا يعني أنت ذكرت موضوع التعمق، هو كيف رح يتعمق بالزمن يفضل. ولا لا ممكن هو ينشأ بالأصل أدمي، يعني ممكن بالأصل، وممكن كمان مع مر الزمن كل ما تأخر أكثر أنه يكون أعمق.
بيصير أعمق أكثر صح. هلأ نحن أول شيء تفضلتي حكيتي عن الليزر. أي. هلأ الليزر كتير مفيد بعلاج الكلف البشروي أكيد وبالكلف الأدمي طبعا. إجمالا الكلف الأدمي ما كتير بيعطي نتائج بأي وسيلة علاج صح. بس كمان بيعمل أنه هو بيأثر على الصباغ بالخلية الميلانية وبيعمل على تدمير هذا الصباغ. لكن المرضى بحاجة إلى أنهم يعملوا جلسات كتير على فترة زمنية طويلة لحتى يلاقوا نتيجة، ولازم يعملوا كمان جلسات وقائية يعني بعد ما تتحسن المريضة. وأكيد مكلف يعني جلسات كثير يعني مكلف. هلأ حقيقة حسب مساحة المنطقة. هلأ إجمالا الكلف بيكون متوضع على بقى معينة ما كتير بيكون ثمنه غالي ممكن ما مثل ما يتخيلوا الناس يعني. نعم. نود أن نشكر طبعا الدكتورة هلا الشيخ علي اختصاصية أمراض جلدية والتجميل والليزر. موضوعنا اليوم كان عن الكلف. شكرا جزيلا لك. شكرا.